75 خيلا من مختلف وحدات الخيال الحكومية والاستبلات الخاصة شاركت في بطولة عمان لقفز الحواجز عمان ماسترز، والتي نظمها مركز موجو الجديد بمنطقة الفليد بولاية بركة، حيث تعد البطولة ثمرة للتعاون بين الاتحاد العماني للفروسية ومختلف الاستبلات الخاصة، والتي تخلق جوا من المنافسة بين فرسان السلطنة واللجان التنظيمية الأخرى. في عمان ماسترز عندنا وعندنا موجو، يعني الناس خلي يعرفوا ان عندنا مدرسة فروسية قائمة مثل ما شفتوا بالاشياء الموجودة هذه جاهزة لاستيعاب الطلاب، وبالإضافة إلى عمان ماسترز اللي تقيم هذه البطولة إن شاء الله بتقيم بطولات ما بس موجو، في أماكن ثانية وفي أماكن أفضل، وإن شاء الله حتى نستقطب السياح أيضا في أماكن إن شاء الله تكون لدرجة عالمية أكبر من هذه. المسابقة تضمنت التنافس في 5 فئات. فئة الجدد تنافس فيها 31 خيلا توجت بها الفارسة هبة على فيكتور من المركز الأولمبي للفروسية، وفي الفئة دال واحد على ارتفاع متر خطف لقبها الفارس مازن الغافري على الشموخ من خيالة الحرس السلطان العماني. أما الفارس مدين اليوسفي من الخيالة السلطانية فقد حسم لقب الفئة دال على صهوة الحصان سانجو، في حين خطف لقب الفئة جيم وعلى ارتفاع 120 سنتيمتر الفارس خلفان الهطالي على أيبس من الخيالة السلطانية. ويتوج الفارس سلطان الطوقي على هينج أوفر من المركز الأولمبي للفروسية بلقب الفئة باء. في تطور يعني بشكل واسع من قبل الجهات الخاصة، وطبعا ما غريب على المركز، مركز موجو للفروسية على يقيمها من نفس هذه البطولات. طبعا شاهدنا بطولة محلية بطابع دولي، ليقوم بعدها السيد منذر بن سيف البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني للفروسية رأى الحفل بتكريم الفائزين أبطال مختلف الفئات. عبد الله بن عامر الويهي من ميدان مركز موجو للفروسية بولاية بركة محافظة جنوب الباطنة.